السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نتلاقاو في اون فيديو جديده اللي غادي نخدمو فيها ان اكزرسيس على الكور اللي فات اللي هو ليير. غادي نخدمو واحد ليكزرسيس والسوليوشن ديالو. كنتمنى لا فيديو تنال اعجابكم. Donc, عندنا في التمرين مسيو حسن مارييه اي بير دو 5 انفون موان دو 27 ans vous donne les informations suivantes en vue de lui préparer sa déclaration fiscale au titre de l'année 2015. Le revenu lambda ou résultat avant impôt d'une entreprise individuelle, salaire net imposable, revenu net de vacation, dividende net reçu, intérêt brut d'un compte courant, d'un compte à terme, intérêt net, revenu brut, location net, location d'un terrain, résultat de l'exploitation d'un terrain, pension net de retraite. Donc, أول حاجة خصنا نديروها هي la classification des revenus. عندنا أول حاجة هي الريزولتا افون امبون دون انتربريز انديفيديال لي المونطون ديالو 186400. شنو هو هاد الريزولتا افون امبو؟ هو واحد الريزولتا حسبناه على واحد لونتربريز اللي هي انديفيديال. كيفاش كنحسبو؟ كنديرو الريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغاسيون موان لي ديديكسيون كيعطينا هاد الريزولتا افون امبو ولا اللي هو الريزولتا فيسكال. كيف ما قلنا وهاد الريزولتا فيسكال كندخلوه مع لي ريفوني بروفيسيونيل اللي هما امبوزابل اليير بار لي زيكزيرسيس بار لي زيكزيرسيس دي اكتيفيتي سواء اندي سواء ارتيزانال ولا كوميرسيال ولا اندستريال اي سون بينيفيس رياليزي بار دي بيرسون فيزيك او مورال كنطبقوا عليه اليير وكيدخل لينا مع لي ريفوني بروفيسيونيل. عندنا السالير نيت امبوزابل دو لونتربريز ou l'IR dialo ou à 12400 dirhams le montant كامل هو 74600 mais on a عندنا هنا salaire net imposable donc on ندخلو directement مع les revenus ديال revenu salarial. Après عندنا revenu net de vacation dans une école privée. هذا revenu net de vacation هو بحال قلنا واحد السيد كان خدام في واحد ليكول بريفي ولكن هو غير فاكاتير يعني ما مرسطمش. Donc, هاد السيد ديجا عندو واحد لو تو ديال 17% غوتوني على سورس يعني ديك لومبلوايور ديالو كيقطع ليه 17% ديال ليير ديريكتومون دونك ما غاديش ندخلو هنايا هو اكزونيري حيت ديجا تقطعت ليه 17% ما يمكنش نعاودو نطبقو عليه هنايا ليير ونعاودو نقطعوه عليه غادي تولي قاطعين ليه جوج المرات دونك هو اكزونيري. من بعد عندنا لانتيغي بروت دان كونت à terme. Identité déclinée. Nous avons les intérêts ou brut. Donc, dès que le montant de l'homme est le revenu des capitaux mobiliers. Nous avons le montant de l'homme qui est brut ou identité déclinée. Nous avons intérêt net des obligations, mais identité non déclinée. Donc, les intérêts sont exonérés. Nous avons le وفي حال كانوا هاد لي زانتيغي تاني اللي هما انتيغي نيت دي زوبليكاسيون وكانوا ديكليني اشنو كنا غادي نديرو؟ كنا غادي ناخدو ديك 16500 نقسموها على 80% باش يوليو بغيت عاد نحطو داك المونطون ديالهم. اما هنايا غادي ما غاديش ندخلهم كاع حيت اش ايدونتيتي نون ديكليني. من بعد عندنا الغوفوني بغيت دو لوكاسيون دي زيموبل على طانو يعني كارين واحد ليموبل خاويه المونطون ديالها ولا الغوفوني ديالها هو 90000 درهم دونك هذيك 90000 درهم غادي ندخلوها مع لي غوفوني فونسيي وبالضبط اوربان. من بعد عندنا لوكاسيون نيت دو ريزيدونس موبلي يعني عندنا هنايا الكرا ديال واحد لا ريزيدونس ولكن موبلي يعني مأتشة ومفرشة دونك المونطون ديالها ولا الغوفوني ديالها ما غاديش يدخل مع الغوفوني فونسيي حيت قلنا لا ديفيرونس هي انها ما خاصش تكون مفرشه ولا مأتشة خاص تكون اليطاني باش تدخل مع الغوفوني فونسي. فهاد لوكا غادي ندخلوها مع لي غوفوني بروفيسيونيل. من بعد عندنا لوكاسيون دان تيغا اغريكول هنايا هذا غادي يدخل لينا مع الغوفوني فونسي غوغال ولا غير غوفوني فونسي وصافي. من بعد عندنا الريزولتا دو ليكسبلواتاسيون دان تيغا اغريكول بمونطون ديال 25000 درهم. هاد لو ريزولتا كنشوفو بلي المونطون ديالو قل من 5 مليون درهم يعني اكزونيري ما غادي نديرو ليه والو ما غاديش ندخلوه. من بعد عندنا بونسيون نيت دو ريتريت ا لا فرانس ان بو 20%
مونطون 860 ألف درهم. شنو كتعني هاد لانفورماسيون؟ كتعني بلي هاد السيد كان خدام على لترونجي مثلا في لا فرونس، من بعد ملي رجع لبلادو بقاو كيخلصو، بقى كيتخلص على ديك لا روتريت اللي خدم من بعد ما خدا لا روتريت. يعني كان ديجا كيكوتيزي مثلا واحد لاسيغونس ولا لا سي ام ار ولا سا ديبون على حساب ايش كان كيكوتيزي، ملي رجع بقى كيتخلص ملي خدا لا روتريت ديالو في بلادو. المونطون ديال 68000 درهم، دونك هادي غادي تدخل لينا مع الغوفوني سالاريال. من بعد قالوا لينا او كور دو لاني 2015 مسيو حسن ا ديغاجي لي ديبونس سويفونت. هاد لي ديبونس هما اسيغونس تريميستريال دو روتريت، تريميستريال يعني ديال كل 3 شهور كان كيخلص 2100 درهم، وعطى واحد لو دو ان اسوسياسيون دي تيليتي بوبليك، يعني عطى واحد الهيبه لواحد الجمعيه ا لوتيليتي بوبليك، يعني بحال جمعيه لاله سلمى السرطان، بحال الجمعيات اللي هما كيكونوا 100% ا لوتيليتي ديال الدوله بالمونطون ديال 26000 درهم. من بعد انتيغي مونسيوال دونبران بور لاكيزيسيون دو سون هابيتاسيون برينسيبال، يعني هاد السيد كان خدا واحد الدار وكان كيخلص عليها واحد خداها باكريدي، وكان كيخلص عليها الانتيغي ديال 5200 درهم. دونك دابا من بعد ما درنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي ريفوني غادي نرتبهم في واحد لو طابلو، وغادي نجيو نحسبوا لو ريفوني جلوبال امبوسابل. غنجيو غنديروا دابا دوك لي ريفوني دون ان طابلو كيف ما عندنا في هاد لا سوليسيون، وغادي نحسبوا لو ريفوني بروت جلوبال امبوسابل. كيفاش غنديروا؟ غادي ناخذوا مثلا غنبداو بالريفوني بروفيسيونيل، الوغ نقدروا نبداو باي ريفوني بغينا. اللي عندنا فيه هنايا الريزولتا دو لونتربريز اي لوكاسيون دو لا ريزيدونس، غادي نحطوهم لي مونطون ديالهم كيف ما هما، ما غادي نبدلو عليهم والو، ما غادي نديرو ليهم حتى شي كالكول. من بعد غادي ندوزو للغوفوني دي كابيتو موبيلي. عندنا لي ديفيدون اي لي انتيغي دي زوبليغاسيون سون اكزونيري، لي ديفيدون قلنا اكزونيري، اي لي انتيغي دي زوبليغاسيون اكزونيري في هاد لوكا غير حيتاش ايدونتيتي نون ديكليني، alors que les intérêts bruts غادي نحطوهم لو مونطون ديالهم. وعندنا لو ريفوني فونسيير، هنا اتونسيون كاينه واحد الفوت، غادي نديرو 90000 60% زائد 30500 حتى هي 60%. علاش هنايا دايرين غير 30500 كيف ما هي؟ حيت ديجا في القانون اللي كان قبل كانت امبوزا، كان لو ريفوني فونسيير رورال امبوزا 100%، alors que دابا ولا امبوزا غير 60%. دونك خاصنا نديرو 90000 60% و 30500 حتى هي 60%. من بعد غندوزو لغوفوني اغريكول اللي هو امبوزابل حيت يستغل من 5 مليون درهم. غندوزو لغوفوني سالاريال حتى هو، عندنا فيه سالير نيت امبوزابل غنحطو المونطون ديالو. عندنا لغوفوني دو فاكاسيون اكزونيري، وعندنا البونسيون بروش دو روتريت، عندنا خاصها تكون بروش، حنايا عندنا في ليكزارسيس نت دونك غناخدوها غادي نقسموها على 80%. علاش 80%؟ حيت واحد ناقص 20% ديال لامبولي 89 كتساوي 80%، غادي تعطينا 85000. غادي نجيو غادي نجمعو دوك لي مونطون كاملين، غادي يعطيونا 523500، ولكن هاد المونطون راه خاطئ حيت ديك 30500 ما ضاربينهاش في 60%. من بعد غادي نجيو غنحسبو الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل لي كيساوي لينا الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل ناقص لي ديديكسيون سيغ سالير. غادي نقصو لي دون مونطون ديالهم 26000، غادي نقصوهم كاملين كيف ما هما حيت هي لوتيليتي بوبليك. غنقصو لاسيغونس روتريت، عندنا هنايا في التمرين لاسيغونس تريمستريال، وكيف ما كنعرفو كل عام فيه 4 سيمستر، دونك خاصنا ناخدو داك لو مونطون ونضربوه في 4، غادي تعطينا 8400. و لاسيغونس و لانتيغي سون بلافوني، يعني ما خصناش نديباسيو واحد البلافون اللي هو 10% من داك الغوفوني بغيت جلوبال امبوزابل لي غيساوي لينا في هاد لوكا 52350. من بعد غادي نجيو غادي نقصو لي تيغي دونبران لي عندنا هنايا 5200 موسيال، يعني شهر واحد 5200، وحنا العام عندنا فيه 12 شهر، خاصنا نضربو ديك 5200 في 12 غتعطينا 62400، غتعطينا 62400. 62400 كبر من 52350، دونك غناخدو الصغيرة. من بعد غادي نجيو غنديرو ديك 523500، غنقصو منها 26000، غنقصو منها 8400،
وغنقصوا منها 52,350، غتعطينا 436 و 750. La troisième question اللي عندنا هي الكالكول ديال ليغفروج. ليغفروج كيساوي الروفوني نت جلوبال امبوزابل هو واحد لو تو هو لا سوما ديدوير. هاد لو تو و لي سوما ديدوير كنلقاوهم في لاباج انستيم البلان كونتاب. نشوفو داك الروفوني نت جلوبال امبوزابل بيناتاش محصور و كنضربوه في واحد لو تو كنقسمو من واحد لا سوم. هنايا غادي نضربوه في 38% و غنقسمو من 24,400 غادي تعطينا 141,565 درهم. من بعد غادي نجيو غادي نحسبوا ليغ نت اللي كيساوي ليغ بروج موان لي ديدكسيون سوغ انفو. ليغ بروج هنايا عندنا هو 141,565، غادي نقصوا منو لي شارج فامي. هما قالوا لنا في التمرين بلي مسيو حسن اي ماري اي بير دو 5 انفون، دونك 5 انفون بلوس لا فام ديالو هي 6. غادي ناخذوا 360 غنضربوها في 6 غتعطينا 2160. من بعد غادي نجيو غادي نقصوا لامبو على لترونجي. لامبو على لترونجي غادي ناخذو من هذيك لا بونسيون بروت اللي عندنا في الطابلو ديال الريكلاسمون ديال لي ريفوني اللي حسبنا منه الريفوني بروت جلوبال امبوزابل. غادي ناخذو داك المونطون اللي قدام لا بونسيون اللي هو خاص يكون بروت، غادي نضربوه في 20% ديال لامبو اللي قايلين لنا هما. يقدروا يكونوا قايلين لنا غير 10% على حسب التمرين، كل تمرين شنو كيكون فيه. وغادي نضربوه في 80%، يعني ديك الدولة غادي ترجع لينا 80% من هذيك لا بونسيون. من بعد غادي نقصوا لو كريدي دانفو اللي عندنا فيه لي سالاريال اي لا تاكس سور لانتيغي ولا لا تي بي بي اف. كنقولوا لها لا تي بي بي اف. لي سالاريال هنايا عندنا 12,400، راه ديجا عندنا في لي انفورماسيون في ليكزيرسيس حدا قدام سالير نيت امبوزابل لي لونتربريز اونتر بارونتيز لي كيساوي 12,400. وغادي نقصوا لا تاكس سور انتيغي اللي هي داك الانتيغي بروش ديال 18,000، غادي نضربوه في 20% غادي تعطينا 3,600. غادي نمشيو غادي نحسبوا لي غنيش، غادي نديرو 141,565 ناقص 2160 ناقص 13,600 ناقص 12,400 ناقص 3,600 غتعطينا 109,805. هنا كنكونو سالينا هاد التمرين. وغادي نعطيكم واحد لي فورمي اللي كنحتاجوهم في هاد الكور ديال ليير. تقريبا هادو هما اغلب لي فورمي اللي عندنا في هاد لو كور. كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو. تلاقوا فيديو اخرى اللي غادي نخدموا فيها اكزرسيس اخر، غادي نبينوا فيه كيفاش كنحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال.